مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم ومساءكم بكل الخير، وأقول دائما عذرا إليكم فما ضاعت مودتكم وما ابتغيت بغير الشرق عنوانا، يا ما نقشتم في قلبي مودتكم وكنتم في قرار القلب سكانا، دعائي بظهر الغيب أهديه لكم وحبي لكم في الله عنوانا. طيب الله مساءكم بكل خير مرة ثانية، وأهلا بكم وحلقة جديدة من نقابات نتابع فيها أهم وأجرى الملفات المطروحة على الساحة المصرية. أعتقد أن اهتمام رئيس الدولة بالسياحة في هذه الآونة هو الذي جعلني أتحدث في هذه الحلقة عن السياحة، مستقبل السياحة، السياحة بين الواقع والمأمول. الحقيقة الفترة اللي فاتت ما بعد الثورة تأثرت، خلينا نعترف، السياحة المصرية كثيرا بما حدث وبالأوضاع الأمنية، بما أثر عليه أوضاع أيضا اقتصادية وأثرت على السياحة المصرية. السياحة المصرية اللي تمثل طبعا العمود الفقري للدخل المصري ولكل مصري ولكل مواطن مصري، شئنا ما بينا مع كل اختلافنا وكل اختلاف الآراء والتوجهات، إلا أن ستظل السياحة المصرية هي الأعلى دخلا. الحقيقة الشباب كتير جدا بعتين رسائل على الفيسبوك بيقولوا احنا كنا شغالين بالفعل في السياحة، ولكن للأسف الشديد انا اقيم اسرتي واجيب دخل منين؟ احنا الشركات اللي كنا شغالين فيها استغنوا عنا بالفعل، وانا دلوقتي قاعد في بيتي مع زوجتي مش لاقي عمل. اسئلة كتيرة جدا بهذا الشكل. للأسف ده الشباب دولت اتجاه الدولة ناحيتهم هيكون ايه، وهم ايضا يعملوا ايه الفترة اللي جاية. السياحة اعتقد هنتكلم فيها بكل تفاصيلها. افتتاح طبعا مطار الغردقة اللي حضرتكم شفتوه، كان فيه رئيس الجمهورية السيد المشير عبد الفتاح السيسي، واهتمامه واهتمام الدولة بقطاع السياحة، اعتقد اننا لابد كان من هذه الحلقة التي ستتوقف فيها على اهم المجريات ومستقبل السياحة في مصر مع نقيب السياحيين السيد المحترم الدكتور باسم حلقة، الذي اشرف ان يكون معنا على الهواء مباشرة. اهلا وسهلا دكتور باسم. اهلا وسهلا، منورنا. الله يخليك. السؤال الاولاني اللي بيطرح نفسه، الحقيقه ما اعتقد التقينا من سنتين او ثلاثه او اكثر بعد الثوره، وكانت الاوضاع يعني الى حد ما بعد الثوره 25 يناير الثوره الاولى كانت اعضاء يعني الاوضاع لا تبشر بخير، ولكن بعد سنتين ثلاثه التقي بك الان دكتور باسم، يعني كيف هي الاحوال الان في قطاع السياحه؟ شوف، اولا قطاع السياحي ده يعني انا بعتبره قطاع بطل، لان العاملين فيه اعتبرهم هم اللي دفعوا الفاتورة الحقيقية على حساب استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي في بيوتهم. مظبوط. لان الثورتين بلا شك اثروا على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، سواء في الدخل او اللي فقدوا عملهم او الاعباء الاقتصادية اللي ما قدروش يصرفوا على اولادهم، فبالتالي بدأوا يتنقلوا لمدارس حكومية بعد ما كانت مدارس خاصة. مستوى معيشي معين كان العاملين في السياحة عايشين بيه دلوقتي اصبح المستوى اقل، ده بالاضافة الى اللي هجروا المهنة والخبراء ايضا اللي تم استقطابهم من الدول الخليجية المحيطة، فطبعا القطاع تأثر في كل الاتجاهات. النهاردة احنا بدأنا مرحلة جديدة، بنبتدي تدريجيا نتصاعد مرة اخرى للنهوض بالسياحة والعودة الى ما كان قبل الثورة في عام 2010، اللي وصل اعلى معدلاته اللي حققنا فيه اكتر من 12.5 مليار دولار في السنة، وده يعتبر اعلى معدل حققته مصر. النهاردة بدأنا بنتحرك بشكل مكثف للمجتمع الخارجي، بنشارك في بعض المعارض السياحية الدولية، بنحاول نبيع مصر وبرامجها السياحية في اكتر من مكان، في القيادات السياسية بتبتدي تتحرك ايضا لتدفع في هذا الاتجاه، ايضا العمالة في السياحة بدأت
تعود للعمل مرة أخرى ولمواقعها تدريجيا. أعتقد إحنا بدأنا نستعيد مواقعنا مرة أخرى عشان نبتدي ننطلق، ويمكن خلال الربع الأخير من العام الماضي شهد طفرة برضو في عدد السواح، وإن كانت محدودة أو جزئية على مستوى مصر كلها، لأن كانت مركزة في منطقتين، منطقة البحر الأحمر بالمدن اللي فيها الغردقة ومرسى علم ومنطقة جنوب سيناء في شرم الشيخ. ما زالت القاهرة متأثرة جدا بهذه الأحداث، ما زالت الأقصر وأسوان ما زالت تعيش نظرة الإقبال السياحي. أعتقد أن احنا إن شاء الله خلال الفترة القادمة لابد من اتخاذ اجراءات معينه، واحنا يمكن بدانا بالفعل في بعض الحوافز للسياحه الداخليه. جميل جدا. السؤال اللي بيطرح نفسه طبعا، وده كان موضوع الساعه، وهو زي ما حضراتكم بعتوا رسائل كتابه خاصه بغلق السفارات، هل بالفعل كان الهدف منها هو التاثير المباشر على ضرب موسم السياحه القادم الشتوي ولا لا؟ ده بطرحه على حضرتك. السؤال ده طبعا اثير كثيرا طبعا، وحصل فيه لغط كثير في الكثير من رسائل الاعلام سواء مقروءه او مرئيه. تعالي حضرتك على غلق السفارتين اللي تموا الفتره اللي فاتت، هل فعلا كان تاثير؟ شوف يعني اذا سمحت لي اتفضل، انا عايز اقول لفظ كده يعني طالع من جوايا، دي اسمها بلطجه سياسيه. انا يعني مسؤول في سفاره ودبلوماسي في دوله دوله كبيره زي مصر، واجي اتخذ منفردا بدون ابداء اسباب واضحه او منطقيه لغلق السفارات، اعتقد ان انت كجهة اجنبية في مصر بتعمل ضد مصلحة اقتصادنا وضد السياحة عندنا وضد حاجات كتيرة، وانت بتعملها في توقيت قاتل، انت بتعملها قبل الاحتفالات بتاعة اعياد الكريسماس والحجوزات اللي موجودة في الفنادق وفي الشركات، كل ده طبعا في جزء كبير منها اتأثر واتلغى بسبب هذه القرارات. وبعدين تعالى نسأل سؤال، ما هو دي يمكن السلطات الامن في مصر اجتمعت بالسفير البريطاني والسفير الكندي وناقشوهم يعني ايه اللي الدواعي الامنيه اللي استدعت هذا وايه مطالبكم عشان نقدر نلبيها بدون مبالاه؟ لم يقدموا اي طلب منطقي. لا واسمح لي دكتور باسم، هنا كمان من مقدمات على فكره او الطلبات اللي قدموها طلبات وهي جدا، يعني مثلا في ديتيلز كده تفاصيل خبر ان السفاره الكنديه بيقول لا احنا عاوزين نبقى نتعامل بالمثل مع السفاره الامريكيه، يعني يبقى كاردون امني بالظبط كما هو مشابه كما هو امام السفاره الامريكيه، يبقى منطقه معزوله تماما زي ما بيحصل مثلا في الاقسام الشرطه وما شابه ذلك. طبعا المبرر هنا مبرر واهي، واعتقد ان الحكومه المصريه بمتمثله طبعا في السيد المحترم هشام زعزوع يعني حصل بالفعل مؤتمرات، واعتقد ان هم حاولوا يحلوا المشكله دي، ولا ايه اللي تم؟ شوف حضرتك احنا نتذكر الفيلم بتاع السفاره في العماره، ما ينسوش ان هم عايشين في قلب منطقه سكنيه، وهؤلاء السكان ليهم حقوق اجتماعيه ومن حقهم يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي مش جوه ترسانه عسكريه. مش معنى ان في سفاره الشارع تتقفل يعني. لا طبعا مظبوط. وبعدين يعني دي كلها مطالب مغالى فيها، واعتقد ان انا بطالب ان برفع كل هذه الحواجز وتبتدي تتفتح الشوارع والامور تعود لطبيعتها حتى بما فيها السفاره الامريكيه. أيوة. احنا مش عايشين في سكنات عسكريه داخل القاهره، واعتقد ان مصر امنه والتامين تدريجيا بيصل الى اعلى مراحله وما يستدعيش. وبعدين انا بتحط الذاكره لما اقرا خبر ان السيد السفير البريطاني يتجول في محافظه المنيا في الاسواق بدون حراسات او ماشي بشكل عادي في الوقت اللي سفرته قافله، يعني انتوا بتضحكوا علينا مثلا ولا انتوا مستهينين بينا؟ لا انتوا بتتكلموا مع مصر، مصر بلد فيها حضاره قبل ما نشوفكم او نعرف ايه انتوا موجودين. دكتور باسم، بكلام حضرتك عن الامن، اعتقد ان الامن طبعا علاقه فرديه اكيد مع السياحه. الفترة اللي فاتت طبعا احنا شاهدنا وضع امني لحد ما في استبدال كبير جدا بدرجة 90% في مصر، مما كان له تأثير ايجابي على قدوم ووفود العديد من الافواج السياحية، مش كده ولا ايه؟ شوف كلما على نسبة الامن كلما زادت الحركة السياحية في مصر. تمام. بس انا عايز ارجع يعني للنقطة المهمة بتاعت السفارة البريطانية، معلش في حتة لازم اتكلمها للمشاهدين كلهم وكل المصريين. طبعا احنا لينا حقوق تاريخية عند بريطانيا، عايزين تعويض عن ال 72 سنة اللي هم احتلونا فيهم وخدوا مقدرات المصريين. واعتقد ليبيا قامت بهذا الدور مع ايطاليا وحصلت فعلا رفع القضية 15 مليار القضية بالظبط. فاحنا كمان من حقنا، احنا ما نسكتش على حقنا ولن نكون بعد اليوم رد فعل، بل
احنا كمصريين هنكون دائما سواء على مستوى الشعب او القيادات السياسيه او التنفيذيه في الدوله لازم نكون احنا الفعل وليس رد الفعل. تمام. هنا على لسان وزير السياحه خبر بيقول مصر الدوله الاكثر جدا للسياحه الروسيه. ايش معنى السياحه الروسيه؟ والله شوف يعني احنا بتربطنا سياحيا علاقات طيبه جدا ما بين المصريين والروس وخصوصا الشركات السياحيه في روسيا لان مصر بالنسبه لهم منطقه امنه ودافئه خصوصا في منطقه الغردقه او البحر الاحمر وفي رحلات طيران شارتر بتيجي باستمرار من روسيا الى هذه المنطقه وبيقضوا فيها اوقات طويله جدا بتصل الى شهرين او ثلاث شهور. تمام. ايضا لما بيرجعوا بتبقى دعاية ايجابية لصالح مصر فبالتالي فبتزود في عدد الناس اللي هم بيجولنا في مصر. جميل. ودي يمكن ليها اسباب كتيرة اهمها ان لما بيقيم في فندق في مصر في الجو الدافئ ده وعلى الشاطئ ارخص بكتير من اقامته في بلده في شقته فبالتالي فتلاقي في بعض الروس بيأجروا المساكن بتاعتهم وبالفلوس بنصها او ربعها بيجي يعيش شهر كامل موجود في مصر فبالتالي منطقه بالنسبه له يعني مهمه. طيب بالحديث عن السياحه الداخليه وده مهم جدا اتكلمت حضرتك في حلقه من سنتين ثلاثه اتكلمنا عن السياحه الداخليه وزير السياحه بيقول يؤكد ان السياحه الداخليه بمصر على راس اولويات الوزاره. الحقيقه دكتور باسم انا كمواطن والساده المواطنين يعني يتفقوا معي او يختلفوا دايما بنقول الكلام ده ولكن هل يستشعر المواطن المصري انه يعامل بالفعل معامله يعني انه يعني ادميه في مصر باسعار تناسب الدخل المصري ولا لا؟ شوف حضرتك احنا نبص الموضوع من زاويتين. زاويه المصري انه بيطلب مساواته في الاسعار بالاجنبي لما بيدفع في الليله 400 جنيه او 500 جنيه في فندق من الفنادق اللي موجوده سواء في شرم او في الغردقه في نفس الوقت يلاقي الاجنبي اللي موجود وجاي في فوق سياحي بيدفع 20 دولار او 25 دولار في الليله لما نيجي نترجمها نلاقي المصري بيدفع اكتر. طب انا كوزاره بتساعد دكتور بقى طبعا انا كوزاره بقى من فين انا بساعد السياحه الداخليه انها تتحرك؟ في نفس الوقت على الناحيه الثانيه نبص للمصريين نفسهم وثقافة السياحة لدى عقلية المصري. المصري عنده عقلية غريبة جدا. اولا بيحاول ان هو يعمل شاطر او ناصح فده بيخليه ياخد بفلوس اكتر. انه بيتجاهل شركة السياحة مثلا في انها تساعده في عمل حجز. في حين ان شركة السياحة ليها عقود واتفاقات مع الفنادق ولديها خصومات كبيره هتمنح جزء كبير منه وتقدر تساعده وتجيب له سعر ايه كويس. تمام. هو بيظن ان هو لو اتجه مباشره الى الفندق هيحصل على سعر افضل ويبقى خرج الوسيط بالعموله بتاعته. ده طبعا مفهوم خاطئ. في جزء ثاني برضو عندنا في السياحه الداخليه كمصريين انه قراره وليد اللحظه. بمعنى ان هو جه من الشغل مثلا يوم الخميس ايه رايكم يا اولاد بعد الغداء تعالوا نروح العين السخنه في لحظه يبتدي بقى يروح يا اما يروح ويدور على فنادق هو او يبتدي يتصل بالتليفونات او هيعمل اسبوع بعد اسبوع في حين ان الاجانب بيخططوا لرحلاتهم قبلها بشهور ثلاث شهور ست شهور مزبوط. فده بيساعد انه بياخد بسعر كويس قبل ما يبتدي السيزون بتاع السياحه بيبقى فيه سيزون عالي وسيزون واطي فبيبتدي يختار الوقت المناسب. تمام. كل ده محتاج ثقافه من الطرفين ومحتاج اجراءات وقوانين او قرارات وزاريه معينه تنظم هذه العمليه لتنشيط حقيقي للسياحه الداخليه. واتمنى بالفعل لان في من النهارده يعني النهارده 19 هنتكلم في قلب الاحداث وحصل بالفعل استعداد وزاره السياحه على تنشيط السياحه الداخليه حتى قالوا ان الفرد هيبدا ب 60 جنيه. الكلام ده كلام صحافه ولا ممكن يتم على ارض لا الوقت. هو يعني 60 جنيه ده كلام مش مظبوط لكن انا قريت ان في رحله في حدود ال 1000 جنيه او 1250 جنيه للاقصر واسوان الاقصر واسوان بالطيران ثلاث ليالي اربع ايام فول بورد يعني فطار وغدا وعشاء فاعتقد ان ده سعر جميل جدا ومناسب. جميل. دكتور باسم يمكن اعتقد امبارح يعني وانا بتابع التلفزيون المصري طبعا افتتاح مطار الغردقه بساعته الجميله كان رفاهي الحقيقه واهتمام رئيس الدوله بالسياح واتكلم معاهم حتى ان احد الاجانب خد صوره سيلفي مع رئيس الصين وكان سعيده جدا اعتقد ده صوره لنقل صوره او انطباع اخر عن مصر في الفتره القادمه اليس كذلك؟ شوف
إذا ما اهتمت رأس الدولة ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وتشجيع السياحة من خلال افتتاح مشروعات سياحية معينة، إطلاق حوافز الاستثمار للمستثمرين لفتح فرص عمل لمحاربة البطالة، أعتقد كل ده يساعد. أيضا زيارة السيد الرئيس لمدينة الغردقة وانتقال الكتيبة الإعلامية سواء المصرية أو الفضائيات الأخرى خلف الرئيس لنقل هذه الوقائع والاحتفاليات والافتتاح، كل ده بيساعد وبينقل للعالم بأن مصر آمنة يتحرك فيها رئيس الدولة أعلى رأس بتأمين عالي وموجود ما فيش أي مشاكل، بيلتقي بالسواح، بياخد لقطات السيلفي، بيتحدث من القلب للقلب. أعتقد دي كلها رسائل موجهة. الجزء الثاني بقى بعد ما عمل السيد الرئيس، فين دور بقى الإعلام سواء الرسمي التابع للدولة أو الفضائيات في هذه التغطية وكيفية فرض مساحة ليها لان تخدم اقتصاد الوطن؟ مظبوط. فاعتقد ان ده كان سبب ان احنا يمكن خصصنا حلقه النهارده عشان تبقى مناسبه للاحداث، لان يهمنا طبعا قوت كل مصر، ده يهمنا طبعا. شاب مصر يبعت يقول انا بالفعل جبت شنطه هدومي وروحت لمراتي، فده شيء يؤلمنا كلنا. طيب علاقه السياحه العربيه دينا دول الخليج، لان الخبر بيقول بالاحصائيات تصدرت الامارات قائمه الدول العربيه المصدره للسائحين الى مصر خلال شهر يوليو 2014 من حيث النمو في عدد السائحين الذي بلغ 3916 سائح. تعليق صحتك على هذا الخبر. اولا مصر بتربط علاقات طيبه جدا بدول الخليج، واعتقد ان هناك تعاون اقتصادي في عدد من المشروعات، والمملكه العربيه السعوديه على راس هذه الدول في دعم مصر في ان شاء الله في مارس القادم في المؤتمر الاقتصادي الدولي، وايضا الامارات والكويت وغيرها من الدول. واعتقد ان تحفيز دوله زي الامارات مواطنيها على السفر في مصر هو نوع من انواع المساعده في تاكيد ان مصر دوله امنه ورابط استراتيجيه دايما يعني. بالظبط. نوع من انواع المساعده لاقتصادها، وفي نفس الوقت بتساعدنا كمان برساله برضه يعني ان دوله بتبعت مواطنيها مش زي الدول اللي بتحذر مواطنيها. ويمكن خبر صار، ايرادات مصر من السياحه تقفز ل 112% خلال الربع الثالث من العام الحالي، ده اللي قالته المستشاره الاقتصاديه لوزير السياحه الاستاذ عادله رجب. مظبوط. عادله رجب طبعا 112% رقم محترم ده بالمقارنه للسنه اللي فاتت. شوف، هو اولا احنا مصر بدات تتحرك بالنسبه لزياده الرحلات الشارتر ليها، بدا في افواج بدات بالفعل تنزل. اخر حاجه كان في مؤتمر لشركات السياحه الالمانيه تم عقده في الاقصر، اعتقد ليه انعكاسه ايجابيه. مشاركه مصر في المعارض السياحيه الدوليه في الخارج، بدايه التور اوبريتورز او منظمي الرحلات في الخارج ان هم يبتدوا يضعوا البرامج السياحيه المصريه على اجنتاتهم مره اخرى، اعتقد كل ده مجهود طويل قامت بيه سواء وزاره السياحه او هيئه التنشيط السياحي، لكن اعتقد احنا ما زلنا محتاجين للمزيد. ويمكن التحركات المكوكيه اللي بيعملها السيد الوزير اعتقد ستؤتي برضو ايضا بثمار ايجابيه. فقط يعني نحتاج الى اعاده تنظيم لنوع جديد من البرامج غير البرامج التقليديه اللي تعود عليها في الخارج، على احد بحيث تكون يعني احد المحفزات ل يعني الاوروبيين على وجه الخصوص ان هم يجوا. دكتور باسم، هل العمق الافريقي ليه ممكن يكون تاثير ايجابي على السياحه ولا لا؟ بقول الكلام ده لان في وزير السياحه الزيمبابوي يعني يزور مصر الاحد المقبل، يعني بعد بكره ان شاء الله باذن الله في الجوله. هل السياحه الافريقيه ممكن يكون لها جانب ولا الناس تقول لك لا يعني ايه اللي هيجي لنا من افريقيا؟ شوف، موضوع السياحه الافريقيه ده موضوع اعتبره هو بدايه حقيقيه لنهضه قويه للسياحه في مصر، وهتساعد كتير وهتضيف ليها طبعا. لان انا ممكن اعمل برامج جزء منها في مصر ويمتد لدول افريقيه اخرى حتى نصل الى الغابات المفتوحه في كينيا مثلا، نبتدي نشوف رحلات السفاري وتمتد ونستغل فيها عمق الحضاره المصريه القديمه وامتدادها عبر افريقيا. فممكن نعمل ننظم
برامج سياحية مشتركة ما بيننا وما بين الشركات السياحية في هذه الدول الأفريقية، خاصة وإن الدولة حاليا بتهتم بالعمق العلاقات المصرية الأفريقية، وبدأ في نوع من أنواع التعاون الاقتصادي والصناعي والإنشائي والطبي في مجالات كثيرة. فبالتالي من باب أولى أن يكون القطاع السياحي على رأس هذه الأولويات في التعاون. وأعتقد أن كلا الأطراف محتاجة أن هم يتكاتفوا مع بعض ونعمل برنامج مشترك. ممكن نعمل برنامج خاص بوادي النيل، حوض وادي النيل ابتداء من مصر حتى نصل إلى أثيوبيا، يساعد في علاقتنا مع يوزيج الخليج اللي كان موجود الفترة اللي فاتت، طلع جفاف لفترة طويلة يعني أثيوبيا أو كل دول القرن الأفريقي يعني، مش كده ولا صحيح؟ صحيح، كلام جميل جدا. طبعا النص الثاني على الأقدام على الأبواب إن شاء الله بإذن الله. ويمكن في مبادرة هتطلق النهاردة بالفعل اللي هي مصر في قلوبنا طوال العام لتنشيط السياحة، وامبارح كان في اهتمام من وزارة السياحة بالفعل بهذه المبادرة دي، المرحلة الثالثة مصر في قلوبنا. دور المبادرة دي خصوصا احنا قادمون على نص السنة وتنشيط السياحة الداخلية، ممكن يتم ازاي وبأي تصور دكتور باسم؟ شوف انا لي رأيي في موضوع السياحة الداخلية، لابد ان يكون هناك نظام وقواعد ثابتة طوال العام تربط العلاقة ما بين المصريين والأسعار في الفنادق والانتقالات سواء على الطيران حتى الداخلي. ما ينفعش ان انا وقت الأزمة اصحى من النوم اتفاجئ واقول الله السياحة الداخلية عشان اشغل فنادق ايه اللي مقفول، وقت ما تكون الفنادق شغالة وفيها الأجانب او بتاع ابتدي ارفض بعض السياحة الداخلية او المصريين اقول لهم الفندق مليان او لابد ان احنا في تنظيم في نظام وبعدين لابد ان يكون في توحيد للاسعار كمان يعني. لما ينفع لما طلعتش في اوروبا ولقيت في الفنادق ان في سعر على حسب كل جنسية، ده غير منطقي تمام. ولابد ان في اعادة نظر، والسيد الوزير لازم ينظر له بجدية. ما ينفعش انا وصديقي حضرتك من السودان وانا من فرنسا ونروح احنا الاثنين فندق واحد، انت في نفس الاوضة واخد سعر وانا الاوضة اللي جنبك بسعر تاني عشان فرق الجنسية. انا ضد هذا تماما. لابد ان احنا نكون بنقدم خدماتنا باسعار واحدة، ما يبقاش اقول الفوق ده جاي هو جنسيته ايه عشان اديله السعر. لازم اعمل على زيادة الوعي السياحي كمان عند المواطنين المصريين بحيث يفهموا السياحة صح ويبتدوا يشتغلوا ويتفاعلوا ويحجز عن طريق شركة السياحة. مهمة جدا يعني توعية المواطنين يبقى مهم. اعتقد يعني كان في اسكندرية الصيف اللي فات تحديدا يعني السيد طارق اللي هو طارق المهدي حافظ اسكندرية جاب سواقين التاكسي والميكروباصات بالفعل وعمل اجتماعات مع مسؤولين في المحافظة عشان يبقى فيه توعية سياحية للمدينة. بقول الكلام ده دكتور باسم الحقيقة انا كان وما زال كنت بتكلم احد الاصدقاء قال لي ازاي كان وما زال طريق سقارة يعني على جانبي الطريق في قمامة في ردم في ترعة مرطية اعتقد او مصرية. المنظر كان وما زال بالنسبة للسائح وانا شفت ده اكتر من يعني الاوتوبيس السياحة معدي وبيصوروا ايه؟ بيصوروا ترعة مصرية فيها قمامة وعلى جانبي طريق قدامة وده مؤدي الاهرامات وطريق سقارة. ازاي الدولة حتى هذه اللحظة لم تنتبه لهذه الكارثة مش هقول المشكلة يعني؟ شوف حضرتك الدولة عليها التزامات كتير ولكن تقدر تساعد وتدفع في اعادة ترتيب بيتنا من الداخل والشكل العام ليه. انا ممكن ادي حق انتفاع لفترة معينة لطريق ما لشركة ما تقوم بنظافته وبترتيب كل ما يتعلق بالشكل الجمالي لهذا المكان تمام بمقابل مادي معين خلال فترة معينة. انا شلت العبء عن الدولة تمام. وبدأت هذه الشركات تهتم حتى لو هتحط اللوحات الاعلانية على الطريق يبقى انا هديها حق انتفاع لوضع هذه الاعلانات مثلا على الطريق لانه جاي اجانب، فبالتالي بس المقابل ان انت تنظف للطريق ده واذا كان فيه سفلتة اذا كان فيه رصف اذا كان انا وبالضبط الكلام ده بعيد تماما عن ميزانية الدولة، وميزانية الدولة يعني هتساعد في حاجات تانية اهم بالنسبة للمعيشة اليومية للمواطن. اذا في افكار ولكن المشكلة في التنسيق ودبركم الحقيقة الفترة الجاية. ولكن انا هنطلع الاتصال مع الاستاذ محمد البحيرة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. بصراحة بندم كان عندي استفسار صغير كده عن موضوع السياحة وكده، كنت عايز ألقي يعني على الضيف الكريم يجاوبنا عليه. تفضل. بحكم إن السياحة مصدر دخل للأمن القومي عندنا. أيوه. وده
دلوقتي في بيبقى السياح عندنا السياح مثلا في استغلال كبير جدا من البياعين ليهم، مثلا يزعل حاجه بالدولار، مثلا بيبقى في رساله مثلا من ناس زي الشحاتين مثلا على سبيل المثال. طب ليه بحكم ان حضرتك نقيب النقيب الحقيقي ما بتعملش حاجه توقف الموضوع ده؟ مظبوط. يعني مثلا تحط قوانين واضحه ان احنا نحافظ على الناس ذاتها، ما نشوفش صوره البلد قدامهم كده، يعني الحاجات دي كلها. انا بشكرك على السؤال ده اللي انت خدته من على الطرف الثاني بالفعل، لان هو ده كان السؤال القادم لدكتور باسم، التسول وخصوصا مع الاهالي. ايوه يعني بيهدروا السياح حقيقي، بيهدروهم ومثلا لو حتى في القلعه زي ما بنشوف نلاقي الطلبه مثلا يعطوا السياح مثلا حاجات اللي كده بنشوفها كده، حاجات ما لهاش اي لازمه. مظبوط. فكنا عايزين يعني حاجه توقف الموضوع ده، حاجه يبقى مثلا دوره السياح من جانب والدوره بتاعت العرب من جانب كده يعني. تمام. أشكرك يا أستاذ محمد لسؤالك بالفعل المهم اللي بطرحه على الدكتور باسم، فعلا أعتقد هو ده المطلوب، توعية في قانون رادع لكل من تسول له نفسه أن يتصرف يعني بسلوك غير آدمي مع السياح أو يتسول أو يمد إيده أو ما شابه ذلك. شوف أنا في رأيي القانون لوحده مش هينفع. مقاومات السلوك بيرعاها القانون، ولكن لابد من توعية داخلية للمواطن بشكل عام. وده لن يتأتى إلا بالحملات التوعية الإعلامية. سواء في الإذاعة أو في المرئيات أو في القراءة دي أو بعض ندوات تتم مثلا عن الثقافة السياحية في مدارسنا. فبالتالي هنا بنخلق وعي لدى ولادنا ولدى أهالينا بأهمية السياحة. وأعتقد إن كان في حملات زي كده وأدت إلى نتائج كويسة لكن توقفت. تمام. ايضا لابد مثلا من الحوافز للاعلام ايضا اللي هيبتدي يتفاعل معايا في نشر هذا الوعي او التوعيه في القطاع السياحي. مثلا هنقول والله لو انت هتعمل حاجه دوريه مثلا كل اسبوع هتعمل حاجه صغيره بوقت معين، انا في السياحه في التنشيط السياحي ممكن اقدر ادعمك بمبلغ معين، اشجعك ان انت تعمل مساحات اكبر. ايضا نشوف تجارب الدول المحيطه في مجال نشر السياحه من خلال اعمالها الدراميه. اعتقد برضو ان احنا لو اعطينا حوافز لبعض اللقطات تتضمن داخل هذه الاعمال الدراميه هيكون ليها تاثير كبير جدا خارجيا وداخليا. زي تركيا الحقيقه دايما بيستغلوا المساحات الجميله في تركيا للاعلان عنها في المسلسلات والدراما التركيه. احنا ليه ما عندناش ده دكتور باسم؟ يعني ده احنا عندنا الاسوأ. طب انت ليه ما يعني ما فيش تنسيق بين نقابه السياحه وحركة نقيب للسياحيين مع نقيب الممثلين دكتور اشرف، يعني اشرف ابو فور اعتقد ممكن يستجيب ويبقى في تنسيق بينكم لوضع حلول لهذه. احنا ممكن ننسق على المستوى النقابي، ولكن في نفس الوقت احنا محتاجين الجهه الاداريه في الدوله، الجهه التنفيذيه ممثله في الوزارات المعنيه عشان اتخاذ القرار وترتيب الامكانيات الماديه اللي تساعد. يعني ده لم يطرح الفتره اللي فاتت؟ لا للاسف، ما يعني مجرد كلام، لان الدراما المصريه اعتقد ان هي غزت كل الاطياف يعني وكل الاطياف العربيه والعالميه. يعني حضرتك بتتكلم عن قصر، طب هل حطيت له القضيب اللي يبتدي يتحرك عليه؟ هو ده بقى السؤال اللي يوجه للسادة الوزراء او للحكومة. طيب ناخد اتصال. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. استاذ حمدي خليفة عضو نقابة الصحيين، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك يا حمدي، ازيك يا بيك؟ اهلا بيك يا استاذ حمدي، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك الكريم. اهلا وسهلا. اهلا منورنا والله. الحقيقة يا دكتور باسل افاد افادة كاملة عن السياحة في مصر، وانا اشكرها كده. وأتمنى أن السيد رئيس الجمهورية متابع السياحة بكل جوارحه. أتمنى السيد هشام معروف وزير السياحة يتابع السيد رئيس في هذا الموضوع، وأتمنى من وزير السياحة متابعة الأسعار في الفنادق، لأن دي بتخدم أموال كبيرة جدا بالنسبة لمصر. المفروض يخدم السيد ده يعني السياحة هتخدم دي، وما يتابعش شركات السياحة ما تبقاش في مضادة داخلية بين السياحه وبعضها في مصر وبره المكاتب، بتقول انا خدت 10 ولا خدت 20، لا انا اروح لده، لا انا ما اروحش لده. وحاجه ثانيه اللي داخل مصر لما الزبون بينزل او الوزير بينزل من بلده يفاجئ بمواضع غير لائقه، بيواجه باشخاص
يتوضوا في الطريق للأسف بيخاف يا شاب يقوم يرمي اللي معاه ويجي كمان الخرسية في العام ومليات السواقين والعربيات والحاجات اللي بيشوفها اللي بتعطل حركة السياحة داخل الوقت. عرض حضرتك نبدأ لهذا الموضوع ده لأنه موضوع مهم جدا وعائق للسياحة الداخلية. طيب الحاجة الثانية ربطت عليك ان المفروض السياحة الداخلية للمصريين تبقى رخيصة متغازلة الأسعار دي. بس انا جاي من دولة أوروبية $20 وانا مصري اخش في الفندق بس بتعمل ايه؟ طيب استاذ حمدي في النقطة دي بالذات تحديدا ونحن قادمون على نصف العام يعني اجازة اعتقد السياحة الداخلية مهمة جدا ان احنا ننشطها في مصر وده ممكن يأثر طبعا بالايجاب على قطاع الاقتصاد المصري. انتوا عملتوا ايه كنقابة بالفعل وهل في مبادرة بينكم وبين وزارة السياحة ووزير السياحة والدولة والسيد رئيس الوزراء ولا لا؟ ايوه فندم يعني هل قدمتوا مبادرة للسيد وزير السياحة او رئيس الوزراء بمحاولة يعني ايجاد حل للسياحة الداخلية بترشيد او بالتقليل من نفقاتها او بمصروفاتها؟ استاذ حمدي معايا؟ استاذ حمدي سامعني؟ ايوه صوتك معايا اهو. يعني اتمنى مبادرة بالفعل تتم من حضرتك عضو نقابة الصحيين مع الدكتور باسم وارسالها للسيد وزير السياحة وايضا السيد رئيس الوزراء لان المواطن المصري الحقيقة نفسه يلف مصر كلها بالفعل. مصر فيها اماكن جميله يعني فهو محتاج يروح ده لكن باسعار مناسبه ليه. اعتقد المبادره احنا بنحملها لكم بقى هنا في برنامج النقابات على اعتقاد الدكتور باسم وحضرتك ان شاء الله استاذ حمدي خليفه. اتمنى اكون الرساله وصلت ومعذره ان الصوت مش واضح شويه. اشكرك استاذ حمدي خليفه عضو نقابه الصحيين. كلام مهم جدا اعتقد. صحيح صحيح ولكن عليكم دور يعني مهم الفتره الجايه وانا مهتم جدا دكتور باسم حضرتك عارضني بالسياحه الداخليه لان اعتقد اذا كانت السياحه الخارجيه تمثل مثلا نقول 70 او 60 40% ممكن نستغلها من السياحه الداخليه. شوف احنا اولى باولادنا اولى ببلدنا والمفروض ان يعني حتى وزاره التربيه والتعليم وزاره الشباب تقوم بالمشاركه معانا في تنظيم رحلات معينه وتدعمها عشان اسرنا المصريه بشكل عام كلها الدخول بتاعتها طبعا يعني متواضعه فبالتالي ما تتحملش ان هم يتحملوا تكاليف انتقال ورحلات هنا او هناك. انا هنا حد بيقول لي تحديدا يعني شرم الشيخ والغردقه دي مش لينا يعني احنا كمصريين. انا عمري ما رحت شرم الشيخ والغردقه. ده حد بيقول لي وامتى هروحها يعني بس بتفرج عليها في التلفزيون. فهل ده ممكن متاح الفترة اللي جاية؟ لا بالعكس شرم الشيخ والغردقة مفتوحة للمصريين وشوف طول السنة الإجمالي أو معظم اللي شغلين هذه الفنادق من المصريين. يعني أعتقد أن كل حاجة موجودة فقط إحنا محتاجين أن كافة أجهزة الدولة تخدم على وزارة السياحة. طب هنا سمي في اطروحة من أستاذ أحمد الضيافي على أخبار السياحة المصرية بيقول تأشيرة السياحة الإلكترونية هي الحل لفتح افاق غير محدوده لشركات السياحه المصريه ولجميع انماط السياحه المصريه. تعليق حضرتك على هذا الاقتراح. شوف اولا المفروض ان مصر كدوله محترمه كبيره في المنطقه ولها حضاره وتاريخ لابد من اي حد يخش مصر لابد ان يخش من خلال وكيل سياحي وده بيفتح باب الرزق امام الشركات السياحه المصريه. وعندنا تجربه في دبي مثلا في الامارات ان محدش بيعرف يخش الامارات الا من خلال وكيل سياحي. فبالتالي انا محتاج اعمل ده. ايضا شركات التامين الصحي اللي عندنا لابد ان يكون لها دور ان مفيش حد يخش بلدنا الا اما يكون عامل تامين صحي تامن وصحيا خلال الفتره اللي يبقى موجود فيها في زياره في مصر زي ما الدول الاوروبيه بتعمل معانا. يبقى انا كمان حتى لو فرض ان في حد تعب صحيا ما بقاش محمله على مستشفياتي او حاجاتي ويا ترى هو معاه فلوس يكمل او ما يكملش يبقى في شركه تامين بتغطي ده. الحقيقه المنظومه كلها مظبوط محتاجه اعاده تامين. بمناسبه المنظومه في طبعا رسائل كثيره جدا الحقيقه هطرح منهم بعض الرسائل. منها الاستاذ دالي احمد بتقول والعاملين والعاطلين ما لهمش اي فقره خصوصا ان في ناس وصلوا لمرحله الشحاته. تعليق دكتور بس ده بتاعت حضرتك انت بقى اعمل له فقره يعني ناقشت مشاكلهم. هل من امل هؤلاء؟ طبعا شوف كلما زادت فرص الاستثمار السياحي في مصر كلما زادت فرص
العمل. واحنا خلال الفتره الحاليه ما زلنا محتاجين عماله كتيره مكثفه وخصوصا في منطقه الغردقه، واللي يحب يدور على شغل او محتاج شغل يتصل بينا او يتواصل معنا في النقابه، واحنا ناخد السي في بتاعه ونقدمه لبعض فرص العمل اللي موجوده في السياحه المتاحه، وعندنا فرص كتيره. بس للاسف في معظم الشباب يعني بيفضل ان هو عايز كرسي ومكتب، مش عايز يبتدي يشتغل في عمل مهني، علما بان القطاع السياحي سواء في العمل في شركات السياحه او في الفنادق من ارقى الاعمال، والدخل بتاعها الحمد لله كبير. طيب الرساله الاخيره، الاستاذ محمد صالح بيقول: يا استاذ ابراهيم، ضرب السياحه في مصر وبسبب يعني تضارب القرارات، واعتقد ان بالفعل في كوادر غير مؤهله هي بتقود بعض المنظمات السياحيه، واحنا محتاجين الرجل المناسب في المكان المناسب. اشكرك يا استاذ محمد صالح. تقول المنظومه كلها تحتاج إعادة ترتيب من أول جديد وتأهيل القيادات اللي موجودة حاليا بالتدريب والتثقيف وضخ روح الشباب من الصف الثاني يبتدي ياخد فرصته عشان يبتدي يدير وفق تكنولوجيا وتسويق جديد عبر الوسائل المختلفه، خصوصا بقى بالحجز بالانترنت. يعني في حاجات كتيره بقت موجوده، اعتقد ان احنا محتاجين نعيد الترتيب من اول وجديد عشان نطلع بقوانين مرتبه صح لا تتعارض مع بعضها. ومحتاجين ايضا ثقافتنا تتغير، لان اعتقد لو ثقافه الشعب المصري وكل مواطن مصري اتغيرت وبدا بنفسه بالفعل، اعتقد ان السياحه هتزيد يعني بملايين الدولارات طبعا، وكل مواطن مصري محتاجين ده. طبعا انا ما انساش رسائل كتيره جدا اللي جات لي، انا بحترمها جدا واسف ان انا ما قدرتش اقول كل الرسائل اللي جات الحقيقه، لكن كلها كانت بتدور في يعني محور الشباب اللي هم للاسف كانوا شغالين وبعدين تركوا عملتهم، المرشدين السياحيين الحقيقه اللي ما كلمناش عنهم، ولكن اعتقد ان هم الفتره اللي جايه دكتور باسم اتمنى ترعوا المرشدين السياحيين شويه، لان شغالين بارت تايمرز ومحتاجين رعايه من قبل وزاره السياحه. واعتقد دي رسائل كانت مهمه جدا لكل مواطن مصري والحكومه المصريه، ان احنا نتكاتف مع بعض من اجل خلق موسم سياحي مهم وتنشط السياحه الفتره القادمه. باسمكم اتقدم بخير شكر وتقدير مشاهدينا الكرام للسيد المحترم الدكتور باسم خلقه نقيب السياحيين، نورتنا وشرفتنا. شكرا دكتور باسم. وهذه تحياتي ابراهيم التحيوي وتحيات اسره استوديو الهواء جميعا، شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.